كانوا الاعمال في المستوى وكانوا اعمال يعني كيقيسوا لو بوبليك ماروكان وقضايا المواطن المغربي، فانا متاكده انهم غادي يبغيو يديروا هذا المجهود هذا ويشاركوا في دي بلاتفورم بحال شهيد ويقلبوا على مسلسلات بحال كيفاش كيقلبوا على المسلسلات الاخرى العالميه. وانا دابخي لو لونسمون ديال كازا ستريت كنشوف واحد مستوى عالي في تقنيات ديال الاخراج في الاضاءه في بزاف ديال الحوايج وممثلين في يعني رائعين في المستوى ومخرج في المستوى. دونك انا كنتفائل بهذا العمل هذا وكنقول غادي يكون عمل زوين. كاين مجموعه من المسلسلات والافلام اللي شاركت فيهم. كاين فيلم مع دري صواب ومسلسل مع دري صواب، كاين مسلسل اخر مع داني يوسف، كاين مسلسل مع مراد الخوضي، وكاين مجموعه من الاعمال اللي غادي دابا انا في الاشتغال فيها. اكيد كاين كليب اللي كنشتغل دابا عليه باش يخرج، اغنيه جديده ان شاء الله. كاين نوفو بروجي، عالم اخر غادي ندخل ليه ان شاء الله، اللي هو عالم ديال تقديم برامج. وانا جو سي اون فورماسيون دابا، انا ما بغيتش ندخل لشي عمل وانا ما غير ملمه بجميع يعني جميع التقنيات جميع المسائل. دونك ضروري قلت مع راسي نديرو فورماسيون قبل ما ندخل لهذا العالم هذا. غيكون برنامج حواري وضروري غندخل فيه اللمسه ديالي النسائيه فيمينيست، بما انني ديما كندافع على المراه وحقوق المراه فغادي يكون عندي واحد اللمسه فيمينيست. يعني مشاهدت الحوارات ديالها وكيبقى فيا الحال ملي كنشوف مراه يعني كتعاني من هذا الشيء هذا، سورتو انني ام وانني مراه. ودونك اكيد فغنتعاطف مع اي امراه كتعاني من انها ما عندهاش الحق في بزاف ديال الحوايج اللي كيخص الابن ديالها، سورتو الا كان الاب غير مسؤول ولا غير متواجد ولا غائب نهائيا على الابن ديالو. فكنقول ماشي من الموضوعيه وماشي من الحقانيه ان الام ما تكونش عندها حق الوصايه الكامله. دونك انا كنأيد هذه المساله هذه وكنتمنى اي ام تحصل على لا جوستيس. المراه واحد الكائن اللي هو قوي بزاف، وانا كنحيي جميع النساء في جميع انحاء العالم، لان المراه واحد الانسان اللي هو صبور، واحد الانسانه اللي كتعطي بزاف، واحد الانسانه اللي عليها بزاف ديال الضغوطات سورتو في المجتمعات العربيه، عليها بزاف ديال الضغوطات، واخا هكاك كتلقى لينيرجي باش تضحك وكتلقى لينيرجي باش تزيد تكمل في العطاء ديالها مع الابناء ديالها مع المجتمع ديالها مع العائله ديالها في خدمتها. وكنشوفوا بزاف ديال لي زيكزامبل ديال النساء اللي وصلوا في خدامهم واستطعوا باش انهم يحققوا الذات ديالهم بوحديتهم، لان كما كيقولوا وراء كل رجل ناجح زعما امراه، ووراء كل امراه نفسها، فهمتي؟ دونك المراه كتقوي راسها براسها، وانا داكشي علاش انا مفتخره انني امراه، ومفتخره انني امراه ام مطلقه وفنانه، لان كنعتبر راسي كندير واحد المجهودات كبيره، وكنحيي كاع النساء اللي كيقوموا بهذه المجهودات هذه. شكرا لكاع الجمهور ديالي، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للرسائل ديالكم زوينه، وكنقول لكم سينو الجديد ديالي. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.